السكندري امام نادي البنك الاهلي. فريق بيراميدز هيكون على شمال الشاشه بيازيل كحلي، وفريق سموحه هيكون مشاهدينا على يمين الشاشه بيازيل بديل. عبد الله السعيد، انطلاقه مهاره فرديه، عبد الله باصه بينيه، اسلام عيسى لسه مع كره، اسلام اتاخر فيها، قطعوها جابوها مره ثانيه في نص الملعب لاعبي ونجوم بيراميدز. هداف بيراميدز في الدوري المصري في الموسم الحالي هو النجم رمضان صبح برصيد 7 اهداف، يليه النجم ابراهيم عادل 6 اهداف، هجمه بعرضيه لبره، هوبا التصويب والهدف، جول 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 جول، الهدف الاول، تصويبه جميله بقدم النجم المغربي المزيان وليد الكارتي، على طول عرضيه ثم تصويبه جميله من اللمسه الواحده في شباك الحارس الهاني سليمان. بدري 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 فريق بيراميدز يقول كلمته ويضرب كلمة ويضرب ضربته على طول ويلدغ اللدغه الاولى النهارده في المباراه في الدقيقه الثالثه من الزمن الشوط الاول، هدف بقدم النجم المغربي وليد الكارتي، عشان وليد النهارده مسليم في الدوري المصري في هذا الموسم. ادي العاده مره ثانيه، ادي الجمله وادي العرضيه الساحره لبره بقدم محمد حمدي ثم التصويبه، ما فيش احلى من كده، ما في اجمل من كده، تصويبه جميله بوش القدم الخارجي، روعه 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 بقدم وليد الكارتي، عشان فريق متكامل، فريق قوي، فريق قدم موسم جيد جدا، فريق مفيش كلام. بيراميدز كره طلع على الشمال حلوه، محمد حمدي والتصويبه الصاروخيه القرباجيه ولكن عاليه بعيده وطلعت بره، تبقى ضربه المرمى الان لصالح نادي هي السابعه من زمن الشوط الاول، على طول عبد الله السعيد، السعيد راسية تعدى ولكن بره الملعب وطلعت بعيده، وتبقى على طول ضربه ركنيه مره ثانيه تتصل احمد رمضان، عد رمضان المحاوله، احمد رمضان بيكم اماميه حلوه، منتهى الخطوره والباصه، جول 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 جول، التعادل التعادل لسموحه، مروان حمدي يسجل هدف التعادل، ولكن الباصه ايه والاسيست ايه، تحرك عنتري بقدم احمد رمضان بيكم، وادي المهاره وادي الهدف الكبير، مروان حمدي متع عينيك بباصه حلوه، متع عينيك بتحرك الممتاز من مروان حمدي، عشان فريق سموحه يرجع بسرعه 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 للمباراه ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 12 من الزمن الشوط الأول، والهدف رقم 13 لمروان حمدي في الدوري المصري في هذا الموسم. ولعوها علي جبر على الأرض، تصل المغربي وليد الكارتي، وليد الكارتي سجل 5 أهداف وكمان صنع هذا الموسم 5 أهداف، ولكن ملك صناعة الأهداف لبيراميدز هذا النجم عبد الله السعيد، صنع 6 أهداف هذا الموسم مع الفريق. في المقابل اعزائي المشاهدين، توفيق تغيير ملعب من اليمين للشمال، تصل ناحيه محمد حمدي، حمدي اسلام عيسى، اسلام فخر اللقاي على اليمين، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين لسه مع الكره، فخر الدين تصويبه جت في قدم احمد رمضان، تصل على الشمال الواد، وانطلاقاته تحركاته بساطه لسه الوادي على اليمين، محمد نادي للوادي والكعب والقطعه، احمد توفيق على الارض، تصل اسلام عيسى، منتهى الخطوره اسلام بلمسه، السعيد بعرضيه روعه، فخر الدين بلمسه موجوده، تعدى ولكن ترجع ورا في احضان الحارس الامين. عزابي لهذه البطوله في هذا الموسم، وفريق بيراميدز لسه هيلعب مباراته في دور الثمانية امام البنك الاهلي، الهجمة بلاتي توريه، هوبا تصويبه مش ممكن تعدي، يه يه يا على الخطورة والانطلاقة، وقت مباراة وحافظ على شباكه في خلال 7 لقاءات ماضية في الموسم الحالي، لمسة على الشمال حلوة، الباص حلوة، التحرك الوادي الوادي وعرضية، ولكن اللمسة اخري نص الملعب ولا ترجع لاحمد سامي، اللمسه اسلام عيسى، ساند محاوله منتهى الخطوره، لمسه موجوده، الكارت على اليمين لفخر لقاي، مش ممكن يا راجل، مش ممكن يا فخر يا لقاي، عمل كل حاجه، انطلق راح ولما الوحيد لسموحه، ولا حكم صفر بناء الشوط الاول، الشوط الاول شوط جيد ينتهي بالتعادل الايجابي 1-1 في لقاء بيراميدز امام سموحه في لقاءات الجوله 58 بالعمر اللقاء، هم دول اصحاب الهدفين
في الدور الأول. هذا اللقاء كان اتلعب يوم 6 مايو الماضي. تصويبة ولكن يمسكها بسهولة أحمد الشناوي حارس المرتاح. هذا عبد الفتاح البكري يميل بالعرض، باصة غير جيد قاطعة، تصل لفخر اللقاي، فخري على الدفات، فخري منتهى الخطورة، فخر اللقاي على اليمين، دربكة دفاعية ومتابعة وتاكلينج من أحمد حاكم. المرة دي تلعب بره تماس الآن لصالح نادي بيراميدز. تماس من توفيق ترجع لطريق الساندا. أحمد توفيق بعرضها لبره، قريها مظبوط. شريف رضا ترجع، أحمد توفيق والتاكلينج لطريق، عرضية حلوة منتهى الخطورة، فخر اللقاي والساندا تاخد عرضها لبره، ولكن القطعة الروعة بقدم أحمد حاكم على اليمين. توري أحمد توفيق ضغط كبير من لاعب بيراميدز، لمسة على اليمين لتوري، عرضية عالية فوق راسية، تصل عبد الله السعيد، السعيد واللمسة والمهارة والتصويب، جول جول. الهدف الثاني غير عادي، الهدف الثاني بمهارة بتصويبة جميلة، النجم الكبير الهداف القدير اللاعب الغير عادي، خطير والله خطير، نجم كبير عبد الله السعيد، عبد الله السعيد والمهارة، المهارة بتتكلم فأقدام السعيد، النجم حطها جميلة روعة على الشمال الحارس الهاني السليمان، عشان فريق بيراميدز يتقدم الآن ويسجل الآن الهدف الثاني، هدف التقدم مشاهدينا في الدقيقة 52 من عمر المباراة. والهدف رقم كام لعبد الله السعيد؟ ده الهدف مشاهدينا، هو النجم الكبير حسن الشاذلي برصيد 173 هدف. مركز ثاني حسام حسن، مهارة خطيرة، اللمس والصد الحلوة، يه يه يا يا الله يا الله. فخر احمد بلال بشير التبعي، حسام باولو، علاء علي، طاري حامد، هجمة محاولة ولكن سقوط، وتلعب برا ملعب، تلعب برا، سلامات للاعب اسماعيل اشرف، وادي حكامنا 42 وكما هو بيحتل المركز السادس في الدوري. لمسة ورا، علي جبر، علي على الارض على طول، فخر اللقاي امامية، محاولة وليد، عرضية اسلام عيسى والساندا، هوبا تصويب، يا الله يا الله، جول. اقول لك ايه، اعد لك ايه، خلص الكلام. السعيد، السعيد، عبد الله السعيد، والتصويبة القوية المدوية الارضية الغير عادية، عبد الله السعيد يعملها تاني ويسجل هدف تاني. بيراميدز ادي العادة مرة تانية، الجملة حلوة والباصة روعة على طول اسلام عيسى، والتصويبة الله 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 على التصويبة الجميلة، تدرس في الدقة وفي المهارة وفي الروعة الموجودة في أداء النجم الكبير السعيد والاسم عبد الله، عبد الله يا عبد الله. خفيف سريع اسلام، عرضية حلوة، فخر الدين والدفاع بقدم شريف رضا، والدرباكة تصل اسلام عيسى، اسلام وسقوط ولكن برا الملعب. ادي اسلام عيسى، شوف تقنية الفار لأول مرة النهاردة في المباراة. بيشيلينا وبيديها مشاهدينا، ركلة جزاء لصالح بيراميدز. فخر لقاي والهاني سليمان، لقاي لقاي وحطها جميلة، جول جول. الهدف الرابع من ركلة جزاء بقدم فخر لقاي في الدقيقة من نهاية المباراة. مهرجان أهداف، مهرجان أهداف، خمس أهداف حتى الآن محصلة المباراة، أربعة بيراميدز، واحد سموحة، والهدف الرابع من ركلة جزاء بقدم فخر لقاي، حطها جميلة قوية في ارتفاع جيد على الشمال الهاني سليمان، عشان اسلام عيسى، اسلام منتهى الخطورة، اسلام مهارة، اسلام بسندة خطيرة، محمود صابر والتصويبة، والقائم الأيمن والدفاع بقدم عبد الفتاح. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ دربكة دفاعية، دربكة دفاعية غير عادية من فريق بيراميدز في هذه اللحظات. 4-1، 4 بيراميدز 1، فريق سموحة، وكمان سموحة بيلعب من الآن ب10 لاعبين بعد طرد للاعب أحمد بيراميدز. الهاني سليمان الحارس، مخالفة بقدم، محمود صابر، عرضية بعيدة جدا جدا جدا،
راحت فين؟ بعيدة خالص وطلع برا طبعا ضربة مرمى لصالح سموحة. دي هتكون الهزيمة التسعة في الدوري لسموحة، وده هيكون الفوز. دونجا محمود صابر، نبيل دونجا، علي ميل حلوة، عمر جابر، تصل فخر الدين، فخر الدين بن يوسف على الشمال، قوية خطيرة، محمود صابر، صابر مع الكرة صاروا الساند اب، هوبا التصويبة حلوة لكن عالية فوق بعيدة، عالية من فخر الدين بن يوسف، تلعب برة طب دردر. هزيمة كبيرة وهزيمة صعبة وهزيمة مؤلمة بالنسبة ل سيلة، حسين فيصل في نص الملعب، فيصل ورا احمد رمضان، بيكم، بيكم على اليمين، اماميه حلوه، استلام حلو، اسماعيل اشرف عرضيه ولكن جت في قدم حسين لسه، تلعب بره طب تمس او طب عفوا ضربه ركنيه لصالح فريق سموحه. دخلنا خلاص على الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي من نهايه المباراه. شوط ثاني عالمي في اداء بيراميدز، شوط ثاني كان ضعيف جدا 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 في اداء سموحه، ما فيش كلام. ركنيه، ركنيه بقدم شريف رضا، على طول شريف رضا، هذه الحكم الرابع بيشيلينا بالثلاث دقائق وقت بدل ضايع. الحكم الرابع هو الكابتن عاطف حسين، دفاع بقدم احمد رمضان بيكهام، هدو خد تطرد قطعه ثانيه من فخري، يبدا الهجمه على اليمين، عمر جابر، لسه جابر ورا لنبيل دونجا، ساندا واستلام بدوران، محمود صابر على الشمال روعة، حسين السيد، حسين، فخر الدين بن يوسف، لمسة اسلام عيسى، ترجع محمود صابر على اليمين روعة، عمر جابر لمسة بينها خطيرة، ومحمد صادق عرض والهدف. الله 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 الله، مزيكا مزيكا، دي مش كورة، دي مزيكا، دي مش كورة، دي متعة، دي مش كورة، ده جمال، هدف خامس جميل بقدم النجم، وفرجة موجودة ورا في دفاعات سموحة، متع عينيك بجملة جميلة، متع عينيك بلمسات رهيبة، متع عينيك بهدف جميل من عرضية ساحرة بقدم محمد صادق، واللمسة الأخيرة روعة 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 بقدم النجم، فخر لقاي عشان فريق بيراميدز يعملها النهاردة للمرة الخامسة في لقاءات اليوم، ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة بلس 90 من نهاية المباراة. فوز كبير بأداء كبير، هو أكبر فوز في الدوري في الموسم الحالي لفريق بيراميدز، وهذه الهزيمة تعتبر هي الهزيمة الأكبر لسموحة في الدوري المصري في الموسم الحالي. فوز كبير بأداء كبير لسه